حاله حال أي عقد قران بين رجل وامرأة، الصداق القيرواني يتضمن البسملة وشهود وذكر المهر ومؤخر الصداق، وطبعا شرط التراضي بين الزوجين وشرط المنع، حطوا لي تحت شخطين حمر. لكن عزيزي الرجل، هل توافق على أن تتزوج بشروط الصداق القيرواني؟ ما بعرف، تابعوا معي لتعرفوا الحكاية. خلونا هيك نرجع للتاريخ شوي ونعرف شو قصة الصداق القيرواني. هلأ بدأت قصة الصداق القيرواني مع الخليفة أبو جعفر المنصور، اللي هو طبعا مؤسس الدولة العباسية. أبو جعفر المنصور هرب من الأمويين ولجأ إلى مدينة القيروان في تونس، ونزل عند شخص اسمه منصور الحميري في القرن الثامن الميلادي والثاني للهجرة. هلا منصور الحميري كان عنده بنت جميلة جدا اسمها أروى، أعجب فيها أبو جعفر المنصور وطلب الزواج بها. وافقت أروى لكن بشروط. الشروط هي أن لا يتزوج عليها وأن يكون الطلاق بيدها، وهو هذا الأمر كان يعني معمول في تلك الفترة في مدينة القيروان. وافق أبو جعفر المنصور وبالفعل التزم بعقد الصداق القيرواني ولم يتزوج عليها أبدا إلى أن توفيت. لعلكم الآن عرفتوا شروط الصداق القيرواني أو عقد الزواج بصيغة الصداق القيرواني، اللي كان ينص صراحة على أن يلتزم الرجل بعدم الزواج أو مصاحبة امرأة ثانية طول ما أنه زوجته على قيد الحياة. هلأ الصداق القيرواني كان معمول في القرن الثامن الميلادي في مدينة القيروان في تونس، وعم تشوفوا أمامكم على الشاشة نسخة من الصداق القيرواني موضح فيه الشروط. ما بعرف إذا كانت سهلة القراءة عليكم، أنا رح أتركها شوي فترة لحتى تقدروا تميزوا بعض النقاط فيها. وكان يشترط صراحة أو تشترط النساء صراحة من الرجال المتقدمين لهن بالزواج على أن يلتزم الرجل بعدم الزواج من امرأة ثانية وأن يكون الطلاق بأيديهن. على الرغم من أنه الصداق القيرواني ينص صراحة على منع تعدد الزوجات، إلا أنه يعتبر عقد متوافق مع الشريعة الإسلامية مكتمل الشروط والأركان، كونه يحتوي كل الشروط الواجب توفرها في عقد الزواج بين أي رجل وامرأة.